كمدرب اي مدرب عنده طموح، بس لازم تكون كما نقولوا واقعي. انا لغايه الحين دربت مع الفريق اسبوع 8 ايام، فتحاول ما امكن انه تعمل اوتوماتيزمات ديالك في طريقه التفكير. هذا بيتطلب وقت، انا عارف هنا الشيء بيتطلب وقت، بس عندنا كاس لي مهمه، كاس لي بغينا نظهروا بها في واحد المستوى اللي مشرف. فنحاول ما امكن في الظروف اللي مرينا فيها لغايه الحين وفي الجو انه نحاول ما امكن نقدموا واحد المستوى اللي هو تكلمت على اوتوماتيزمات. اوتوماتيزمات تطلب وقت، ولكن تبتدي من الاساس، وتتمنى انه ان شاء الله في المباريات اللي كبروا في البطوله. احنا ماشي 100% في الاوتوماتيزمات، هذا عادي، بس كما نقول لك هذا مش عذر. وانا كما قلت لك كمدرب طبعا مع الفريق ديالي غادي نحاول ما يمكن انه الاعذار نعملهم جنب، نحاولوا نقدموا لغايه الحين. ونشوف التدريب حتى اخر تدريب تاع البارح انه كثير من الاوتوماتيزمات اعطاني واحد الاحساس اللي هو ايجابي، فاحنا في الطريق الصح. ونتمنى ان شاء الله انه نقدموا كما قلت لك اقصى ما يمكن جهدنا بالنسبة للتعاقدات. عندنا تعاقدات جديدة، فتحتاجي تطلب الوقت للتأقلم، مع الاوتوماتيزات ديالك كمدرب، التأقلم مع الجو في الفريق، واللاعبين كما تنقولوا الجو اللي بين اللاعبين. عندنا لاعبين اللي خارج من المغرب، عندنا لاعبين المغاربة. بالنسبة للهدف ديالي الأول كان نعمل من اللاعبين مجموعة، واللاعبين مستعدين، لاعبين كما نقولوا تيحاولوا انه يتعلموا كل يوم، فهادشي تيعطيني الطاقه باش نقدم اكثر. لانه دائما المقياس، ها ملي تتكلم على نفسك كمدرب، المقياس انك تعطي معلومات للفريق ديالك، كثره المعلومات مقياس انقسام بالفهم تاع اللاعبين. ما يمكنش تعطي اللاعبين معلومات كثيره وانت تعرف انهم لسه ما فاهمينش. بالنسبه للاعبين ديالك حتى الان انهم مستعدين، حتى المقياس انه كاين واحد تاقلم سريع. كنحاول نعملوا مجموعه اولا زائد اوتوماتيزمات، وبالنفس وبالروح اللي معروفه على اللاعب المغربي. كنتمنى ان شاء الله هذا الكومبيناش كما كنقول لك انه نحاول نقدم واحد المستوى. بالنسبه ليا عندي كل الثقه انه عارف انه واش محتاج هنا، لا على مستوى التكوين. نتمنى ان شاء الله انه كما نقول لك كومبينيشن ما بين الثقافه اللي كبرت فيها، الثقافه العربيه، والتكوين اللي عملت في اوروبا. نحاول ما يمكن نقدمه هنا الفريق ديالي، ونحاول ما يمكن نقودوا النتائج اللي هي مشرفه. كابتن سعد الصقعبي، قناه الاس اس سي، الناطق الرسمي للبطولة. في البداية خليني أتحدث معك عن نقطة ذكرتها كوتش، عن الأوقات في المغرب. الملاحظ أنكم تلعبون أغلب مبارياتكم في المساء. الآن أنت أمام تحدي جديد، 3 مباريات جميعها في وقت العصر. هل لها استعداد خاص؟ هل الأجواء سوف تؤثر؟ اشرح لي هذه النقطة. السؤال الثاني لو سمحت لي، الجدول مشاهد مباراة مع السد، بعدين أهلي طرابلس، بعدين تصطدمون بالهلال. هل ترى ان الجدول المباريات خدمكم، تدرج القوه من السد الى اهل طرابلس الى الهلال؟ انا احب ذلك من السؤال الثاني. بطوله واخر اخوي كاس العرب، كاس كبيره، ما في جدول يناسبك وما يناسبك. اي مباراه صعبه، اي فريق جد هنا جاي عنده طموح عشان ياخذ الكاس. لو نبتدي مع فريق السد ولا الفريق الليبي ولا الفريق السعودي، نفس الشيء، لازم تكون تتم الاستعداد ضد اي فريق. هذا من جهه. يمكن تذكرني السؤال الاول؟ انه من المسائل اللي عندنا هنا صعبه لغايه الحين هو التاقلم مع الجو، التاقلم مع الحر. كيف نقولوا اوكي، احنا متعودين في المغرب نلعبوا في الساعه 2 هنا في الساعه 4، بس لو عاوز تقدم مستوى مشرف لازم تكون مستعد على جميع المستويات. لغايه الحين
دربنا في الساعة 7 لأنه وطن عفريقيا خطط لي جا فيه الكأس جا في آخر السنة. السنة كانت طويلة، اللاعبين لعبوا مباريات كثيرة، يعني ركزنا كثير على كما تنقولوا على الطراوة البدنية. يعني لو كنت تدرب 3 أيام 4 أيام تاع الفرق متقارب، صار المستوى تاع الفرق متقارب. في لما نشوف المجموعة ديالنا في فرق، في 4 فرق كبيرة، أظن أن الجانب البدني حيعمل فارق. لما تجي كما نقول قبل من 3 ولا 4 أيام الهدف الوحيد هو التأقلم، الجو حتى كما نقولوا الروتين تاع اليوم اللي نعرفوا الى العلو. الدكتور تاعنا تكلم قال لنا 2100 صحيح، فبتطلب 10 أيام تاعكم. احنا الحين 3 4 أيام تاكلوا معش 100% بس احسن. هذا اللبس تاعنا قلت انه نكبر في التوريد. بس جواب على السؤال جاري.